باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المزمور 44 بركاته علينا امين. اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك. ولو تسجدين ولو تسجد بنات سور بالهداية ويترجى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل، مشتملة بأطراف مشاة بالذهب، مزينة بأشكال كثيرة. تدخل الملاك، تدخل إلى الملك عذارى، تدخل إلى الملك عذارى في إسرها. جميع قريباتها إليه يقدمنا، يبلغنا بفرح وابتهاج، يدخلنا إلى هيكل الملك. والمجد لله دائما أبديا أمين. ونقرأ في سفر الخروج إصحاح 3: وأما موسى فكان يرعى غنم يسرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: هأنذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. والمجد لله دائما أبديا أمين. الحقيقة أحبائي أنا مش عارف أكلمكم في النهاردة، مش عارف إيه اللي أتكلم فيه، عمال أحاول أشوف إيه أتكلم فيه مش عارف. قدامي مناظر كتيرة وأشكال كتيرة وكلها عجيبة وكلها مربوطة مع بعض، بس بدايتها منين؟ مانيش عارف. نبديها منين؟ مانيش عارف. النهارده الحد وبسمي في الكنيسة حد المخلع، الراجل المخلع،
وشفنا القصة بتاعته 38 سنة ما بيتحركش، والمسيح راح لحده وعرض عليه انه يشفيه من مرضه. لكن المسيح بعد ما مسك ايده عشان يقومه قال له اذهب ولا تعد تخطئ مرة تانية لئلا يكون لك أشد من كده. كان عنده 38 سنة، 38 سنة ومش عارفين ده المسيح لما راح له كان في السنة الأخيرة للمسيح ولا في السنة الثانية ولا قبل ما يتصلب بست شهور. احسبوها زي ما تحسبوها بقى، 38 سنة وقول سنتين يبقى 50 سنة. وبعدين قعدت العذراء عند يوحنا الحبيب 18 سنة أو 16 سنة. يعني يبقى الراجل وصل عنده كام سنة؟ يعني ما بقاش نعم الناس اللي بتجمع بقت، يعني أقول كان عنده 60 سنة أو أكتر من كده. وكان مر على المعجزة بتاعته قول 15 سنة أو 18 سنة أو 20 سنة. واللي بيحصل معاه معجزة زي ديت وبيكون شاف المر اللي محدش شافه ما بينساش ال 38 سنة اللي قعدهم مرمى على البركة بيعاني ومش لاقي حد. مفروض ده يبقى شكله ايه؟ لكن الكنيسة بتقول لنا حاجة عجيبة قوي، بتقول لي الكنيسة بتقول بعد كده ان الرجل ده كان اسمه سوفينا. اسم الرجل سوفينا، التقليد بتاعنا والكتب بتاعتنا بتقول ان الرجل ده كان اسمه سوفينا. هو نفس الرجل ده اللي المسيح مسك ايده وقومه، بتقول عليه انه كان شرير جدا، يعني رجع الى اسوأ مما كان. بيقولوا الراجل ده لما أمنا العذراء في 21 طوبة أسلمت الروح، وبعدين بدأوا يشيلوا جسدها عشان يدفنوه في الجسمانية، اليهود زقوه قالوا شد الجسد ده وهاته واحرقه عشان نخلص من معجزاتها واسمها وكل اللي لها ونلغي القصة دي كلها. وهم شايلينه سوفينا ده اتقدم وقف النعش بتاعها وقال لهم لا يمكن تندفي، وحاول يشد الفراش بتاعها علشان ياخده يولع فيه. وطبعا كان محاط بعدد اعداد كبيره من اليهود الاشرار،
لأن فترة بعد المسيح اليهود ما سابوش العذراء في حالها، بل بدأوا متقصدينها. بتقول القصة بتاعتها زي ما بنسمعها لما بنحتفل في أغسطس بالعذراء، فانفصلت إيديه عن جسده فبدأ يصرخ، بدأ يقول لهم أنا سوفينا إلى المسيح شفاني. أعلن عن نفسه وتعهد بالتوبة. بتقول القصة إن العذراء نطقت، اتكلمت وقالت لبطرس، ردوا تاني ناحية الصندوق وهيشفى. فرجع تاني خدوه وجابوه ناحية الصندوق، ورجعت الزراعين بتوعه تاني مرة تانية. ده اللي احنا بنقرأ قصته النهاردة، ده اللي المسيح قومه، وده اللي العذراء اتحننت عليه وغفرت له وسامحته. لو كنت انا اللي في الصندوق عمل معايا كده كنت قلت لهم ولعوا فيه 100 جاز، ما تسيبوهوش، ده يستاهل قطع رقبته. بعد المسيح ما يعمل معايا المعجزات دي كلها يعمل كده؟ لا لا، اضربوا فيه لحد ما يطلع روحه في ايديكم ويصرخ. ولو صرخ اقول لهم سيبوه يصرخ، يصرخ للصبح. ده واحد كان عاوز يولع في الجسد، لكن العذراء ما عملتش كده، لأن العذراء تختلف عننا. طب ليه؟ إيه اللي يخلي العذراء تتصرف التصرف ده؟ ده أنت لو أي واحد ظلمك في شيء وسبته وجه يكرر الغلط، بتحط في دماغك 100,000 انك انت تخلص منه. عشان كده لما جيت اقرا مزمور داود وهو بيتكلم عن العذراء بيقول كل مجد ابنة الملك من داخل. هي دي الملكة اللي بقول لكم حيرانة اتكلم في ايه، وبنتكلم في الحكاية دي واحنا بنحتفل بظهور العذراء في الزيتون في الحتة اللي احنا قاعدين فيها دي. فاقول لك اكلمك عن ايه، مش محتاجة كلام، أكلمك عن العذراء اللي زارت في الحتة دي، ولا أكلمك عن الرحمة اللي أظهرتها، ولا أكلمك عن الراجل اللي رغم إن المسيح حذره ما يعودش الخطية رجع أشر ونسي الغفران بتاعه، ولا أكلمك عن إيه؟ بكلمك النهاردة وبحاول أفتكر، طبعا دلوقتي ما أناش قادر أفتكر، بحاول أفتكر على قد ما بقدر، لكن ما بقدرش دلوقتي أفتكر اللي فات. أفتكر الحتة اللي أنت قاعد فيها دي اللي كانت منتزه، الحتة دي يقعد كده لحد الدكة دي كده، كان من أول الرصيف بتاع الشارع اللي بره لحد هنا، وتلاقي السور
سور سلك كده، والسور السلك ده يفصل الحتة دي عن الجراج، والحتة اللي احنا قاعدين فيها دي مليانة اوتوبيسات مكسرة ومضغدغة، واللي بيتصلح واللي وتبص فيها وتلاقي كلهم الميكانيكية والخبط والرقعة وكأننا احنا قاعدين في سوق. تشوف الكنيسة قدامنا لا تعرف تدخل ولا تعرف تطلع من الصوت. حتة مليانة كانت عاملينها زي نفس اللي في الجراج، واخدة من أول الرصيف. كنا نقعد على الأرض كده على الرصيف ده هو في الحشية دي كده، وتاخد لها لحد نص الوتر، وتاني كده لحد كده برضه. كنا نقعد فيها طول الليل، وطول الليل ده يمر كأنه دقيقتين 5 دقايق. وكان في مشهور راجل كان مدرس وكان نحات، كان أبوه قسيس أو أخوه قسيس من عائلة أسس، كان بيعزف على العود. والراجل ده كان هو ومراته وبنتينه الاتنين وولاده الاتنين رابطة كده، يجوا الساعة 11 كده ويقعدهم ويبدأ يقول مدايح العذراء. برضو مش قادر افتكر كانت ايه، رش الورد يا صبايا من عارف، وشوية حاجات كده يشعل الحتة كلها. كل الناس قاعدة متجهة بس فوق، ايه الحكاية دي؟ كلنا نبص في الحكاية دي تتعجب من كان المنظر. كانت اهدى حتة في الزيتون هي الحتة دي، ما بيلاقيهاش الا صوت الورش. طول النهار عربيه داخله وطالعه وناس لابسه عفاريت، وده يزعق في العربيه وده لا لسه دي ما تطلعش، طلع دخل وبس. لكن كانت منطقه هاديه. كان في ست عمال مبيتين، والستة كلهم ما كانش فيهم حد مسيحي. أقول لك اسمهم إيه دلوقتي؟ نعم، ستة مبيتين، وكنت تقابل أي واحد تكلمه تلاقيه حزين. ما كانش فيه بيت خالي من الحزن. ليه؟ لأن في 67 حصلت الهزيمة، عدد اللي ماتوا ما فيش بيت ما حدش مات منه واحد. وكان منظرنا مخزي لدرجة لما كنا على الجبهة في وسط الرملة وفي الصحراء، الطيران الإسرائيلي اللي فوق كان يستخسر يضرب قنبلة عشان يموت الناس أو طلقة يستخسرها، فكان ينزل من الفجر بتاعه بالطيارة بتاعته بجناحها كده يروح لامم اللي على الأرض. فكانت مذلة، مكان بعدها مذلة، واللي كان ينجو ويمر من الطيران ده ويمشي وصيف والجو ونار
ورقي الواحد ناشف ما فيش أكل ولا شرب وهزيمة، كان بس يحتاج كان يحتاج لعازر عشان يبل صباعه. فيجي لك الرجل البدوي معاه ماسك قربة مية، عارف انك انت ميت لا اكل ولا شرب، يقول له عايز اشرب، يقول لك الاول عشان تشرب اديني السلاح اللي معاك. لما تفتكر المنظر ما تقدرش تتملك نفسك، ذل من فوق طيران من تحت، اللي هو المفروض الراجل ده هو يعني صاحبنا يعني، فمن غير ما تحس ومن غير ما تشعر تروح مديله السلاح بتاعك، يروح مديك شربة مية قد كده ما تكفكش، يا دوبك تبل بقك، تقول له ادينا خبزة، ما عندنا، تمشي شوية مفيش 10 دقايق تلاقي طيارة تانية، اللي ما موتوش الأولانية يموتوا التانية، واللي يهرب ويجري يتحاكم عشان سلم السلاح اللي معاه. وكان وقتها الشعب بتاعنا بيموت حبا في رئيس الجمهورية بتاعه عبد الناصر، كان عبد الناصر ده زي إله حاكم كده على القلب، كان الناس كلها تحبه حب لا تتخيله، يروح طالع ويعلن انه متناحي عن الحب، تطلع الناس بالملايين في الشوارع عشان تهتفوا تاني. شفت منظر الدموع من الناس وفي البيت اللي مات واللي اتقطع 100 حتة واللي جدته اختفت، ولحد النهاردة في ناس كانوا معانا نعرفهم يعني ما نعرفش عنهم حاجة، يقول لك ده مفقود، مفيش بيت الا بيت حزين، ومش قادرين نقول ان احنا اتهزمنا. فطلعوا الناس اللي بيطبلوا وقالوا دي نكسة. نكسة ايه؟ الناس شافت الموت اللي اتعمل فيهم على وش الصحراء لن يغفره الله، دي كانت حالة الناس في الوقت ده. وفي حالة في الحالة دي أعداد ضخمة وأعداد كبيرة قالوا ما فيش ربنا، هو فين في حاجة ولا ايه؟ كتير من الشباب وخاصة اللي كانوا في المجندين وأهلهم قالوا ما فيش حاجة اسمها ربنا، لو كان ربنا موجود عمالين بيقول ربنا يحافظ
علينا، وربنا اللي بيستر، وربنا اللي بيدي. غفر ربنا كان نجانا. وكتير تشككوا، يعني احنا الايام اللي قضيناها في الايمان دي يعني كانت قهوة، وضعفت الكنيسة، وقتها تيجي الكنيسة ما تلاقيش حد في الكنائس. كان يوم الأنبا كرولوس الصبح بدري كان يجي الساعة 3 في الكاتدرائية أو في الكلود بيه، ما أنا فاكر، مش عارف كان ناقل ولا كان لسه ما نقلش، 5 6 ناس كبار هم اللي بيصلوا ومفيش حد، والناس اللي قالوا مفيش ربنا وألحدهم مش المسيحيين بس، كلهم ما بقاش بقى في فرق بين ده ولا ده. والوعظ وكان وقتها كان في نشاط لمكونة جمعية أصدقاء الكتاب المقدس، كان لها نشاط كبير وعاملة مجهود وحفظتنا الإنجيل وطلعت بالإنجيل السما فوق، كل ده في معركة ما خدتش ساعة، الناس كلها حزن. وفجأة ولا كانت كنيسة الزيتون دي معروفة ولا كان حد بيجيها، كان يصلي أبونا قسطنطين بطول مع واحد ولا اتنين ولا تلاتة، كانت الكنيسة كده. وكانوا في الوقت ده المنتشرين البروتستانت بقى يقولوا ويروحوا ويجوا، واو فين الإنجليزيين؟ وفجأة يحدث ما لا يمكن إنسان أن يفكر فيه. لو سألتني وقتها قلت لي أنت هتعرف إن بعد 10 سنين الحتة اللي انت قاعد فيها دي هتبقى كنيسة، كنت هحط صباعي في عينيه. ولو كان واحد قال لي ان بعد شوية 10 سنين او بعد 15 سنة هتروح تصلي وتبقى قسيس فيها، كنت هحط صباعي في عينيه. ويوم الثلاث 2 ابريل كانوا الستة بتوع الجراش في النبطشات نايمين، وانتوا عارفين الحكاية، ما كانش نعرف حاجة اسمها تجليات ولا نعرف حاجة اسمها ظهورات. صحيح كنا نسمع ان في القديسين بيظهروا لناس معينين لوحده، يعني يعمل معاه معجزة، كان كتير كده معروف، لكن القديس يظهر او يبان لآلاف الناس، ما كناش في الكنيسة بتاعتنا نسمع الكلام ده، ما نعرفوش. كان أقصى ما تسمعه يقول لك كنا بنبني الكنيسة الفلانية وبعدين شفنا واحدة ماشية على الكنيسة بتشوف الخرسانة بتاعتها، واحد يقول لك أنا شفت العذراء بالليل، واحد يقول لك ده حصلت له معجزة، حاجات فردية.
لكن حاجات جماعيه ما كانش بيحصل. لكن في اليوم ده كان يوم عجيب، اللي بدأ بيه واللي بشر بيه واللي اعلن مجد الله فيه مش ناس متعمدين، حاجه عجب. وتشوف ربنا اعماله بتبقى ازاي. يا سلام لو كنت بس استنيت شويه، يا سلام بس لو ما تبقاش تتسرع قوي في وقت الاحداث، يا سلام لو يبقى عندك صبر وتسمع كلام المسيح، اصبر استنى انتظر انتظر الرب وهتشوف. يا سلام لو عندك بس ذره من الايمان. ما ايمان ايه؟ ما احنا شفنا الموت بعينينا. طب معلش استنى وشوف بعد الموت هيحصل ايه، بعد ما تموت شوف هتحصل لك ايه. لكن احنا ما عندناش صبر، بنضيع البركه وبنضيع عمل الله في عدم الصبر والتذمر. نتذمر ونزعل ونشتكي ونتضايق ونقول هو ايه كده ايه، وبسرعه وصرخ الراجل. واول مره نشوف الحكايه دي كان في واحد فوق القبه، فتفوق القصه بقى اللي انتوا عارفينها وبتسمعوها في الوعظ ده، وكل واحد يوعظ بقى يقرا كتاب ويوعظ بقى يقول كانه هو كان مبيت في الكنيسه. وادور عليه تلاقي لك قاله في الكنيسه ولا وطلعت الاهرام. شوف بقى الاهرام لما تطلع بقى كده ويبدا الخبر ينتشر، وتروح جايب لك في الصفحه الاولانيه صورة على الكنيسة كده، وتقول لك العذراء ظهرت في الزيتون وصورنا الصورة، ولحد دلوقتي الصورة تلاقيها منتشر. ايه ديت؟ دي صورة الزهور. تبص في الصورة اللي هي جايباها ديت أو حطها وتستغرب. يقول لك صوروا العذراء. دي العذراء اللي اتصورت، دي اللي ظهرت، ولحد النهارده للاسف بقول لكم مش عارف اتكلم. هو شفت قسيس امبارح بيتكلم في احدى المحطات وقاعد يتكلم على الصوره دي، يقول لك لقطوا الصوره وخدوها ودوها امريكا، ومعامل امريكا اثبتت ان الصوره حقيقيه وما فيهاش اي لعب. وقسيس دقنه بيضا كده، وكنت اقول لابونا اختشي، يا ابونا انت ما شفتش ما تتكلمش. تحت الصوره مكتوب عليها اشترت الاهرام هذه الصوره من مصور هاوي أول أمس فقط التي أصبحت موضع اهتمام واسع وكبير ويزور السيدة العذراء. الصورة دي أول ما طلعت الأهرام كل جرائد العالم اشترتها، بقى لهم حق النشر بتاعها. كذبة الأهرام قد كده. لما جيت اعمل الكتاب عن العذراء
بعد كده كان اللي بيصور هنا واحد اسمه عم يحيى. ايه؟ عم يحيى الدهشوري. عم يحيى الدهشوري ده كان موظف، كان راجل كويس قوي. طلعت هنا ومسك كاميرا، كل حاجة كان بيصورها. لما جيت أعمل الكتاب ده جبته وكان كبر، قلت له يا عم يحيى أنا هعمل كتاب عن العذراء، الصورة اللي بيحطوها دي أنا مش مصدق، دي ده لا فيها شكل ولا فيها صورة، والحاجة التانية الصورة النور السماوي لا يمكن تلقطه عصا، لا يمكن تلقطه عدسة أرضية. لو جبت 100,000 عدسة حديثة ما تلقطش النور السماوي، ما تقدرش تلقطه. فهي حكايتها اتلقطت ازاي؟ قالوا ساعتها اللي لقطها واحد اسمه وجيه رزق، الله ينايح نفسه بقى، هما الاتنين ماتوا. قال لي ده وجيه رزق اللي عملها. قلت له عملها ازاي؟ قال لي عملها وخد حسابها. قلت له خد حسابها ازاي؟ قال لي جال ومرض وشوف منظره يصعب على الكافر، وقاعد يعيط ويندم في التراب انه عمل كده. كان وقتها بياخدوا الفيلم عادي ويحمضوه، خد البتاع لعب فيها كده بحته، طلع له حته كده بيضه كده وقال لهم ديت لقطها، وانتشرت الصورة لحد النهاردة الناس بتجري عليها تاخدها. حتى اللي فوق كده بص لك هتلاقي حتة زي هي دي، هي دي أم النور، هو ده النور الإلهي. لازم الشيطان يحط صباعه، ويحط صباعه في العمل الحقيقي عشان يضيعه، وعشان يشكك الناس فيه. واتقسمت الناس، أول مرة الناس تشوف الحكاية دي، يبقى واقفين ميات والشارع كله مقفول، واحد يصرخ العذراء ايه، ومجموعة تبص تقول لك اه شايفينها ويرتلوا، واحد تاني يقول لك انا مش شايف. ناس شايفة وناس مش شايفة، لكن الكتاب قال كده، قال هلك شعبي من عدم المعرفة. ممكن واحد يشوف حسب الدرجة بتاعته، حسب نقاوة قلبه. أول حاجة قالها لنا المسيح في أول شريعة العهد الجديد، الطوبى لأنقياء القلب. يا نور يا نور الله، واحد جايب عبله كده يعني، وإذا شاف اللي بعبله ده بيكون رسالة له عشان يتوب أو عشان يؤمن. أخدنا شهر ولقينا كل اللي كان بينكر الإيمان رجع تاني للإيمان، واللي ألحد وقال ما فيش إله رجع آمن تاني. وبعدين لاحظنا حاجة عجيبة، لما بتظهر العذراء كل العيانين اللي واقفين بيشفوا. لما جينا نعمل الكتاب دهوت
كنا بنعمل في العشيه نعمل زفه ويجوا يتلموا بقى اللي عليهم ارواح نجسه والعيانين و و و وجينا هنا اتزنقنا في الكنيسه، الدنيا مطرت. وكان شكري ده صغير، يمكن كان صغير، كل شويه يدخل واحد واجيب واحد واحجز واحد. بقت الساعة 10 11 12 وعندنا بكرة قداس. طب وبعدين هروح ازاي؟ قلت له ازاي هروح؟ قال لي جيب تاكسي. طب هات تاكسي. طلع على الباب اللي هناك سوري جيب تاكسي، ملقاش تاكسي. لحد ما مش معقول يا ابني، طب نمشي بقى في الشارع، نروح المحطة اللي مش عارف الشارع ايه، مش عارف اسمه ايه ده بقى، نسيته. وطلعنا على الباب وهو لسه على باب الحديد، ولقيت واحد في تاكسي داخل علينا، في واحد فتح الباب وركبت فيه. بيقول له انا رايح الان برويس. قال لي ما انا عارف. وبعدين في السكة قال لي انت عارف انا مين؟ قلت له انت مين؟ انا كان معايا الورقة اللي فيها اسمه كاتبها وبقول لك مش عارف اتكلم، الورقة متلخبط في بعضي. قال لي انا كنت من الستة اللي مبيتين في الجراج. هو مش مسيحي، وكان عندي بنت عامية وجبتها العذراء هنا والعذراء فتحت عليها. قلت له انت؟ وكنت يا دوبك بكتب لسه في اول صفحة في الكتاب. قلت له معقول؟ فعرفت انه مبعوت. قلت له طب وصلني كده لحد اول رمسيس وانزل وانا همشي. قال لي لا لا يمكن، حد ما تطلع هوديك. قلت له طب احكي لي بقى الحكايه. حكى لي قصه الظهور وقصه شفاء بنته. وقال لي من يوميها بقوم باخد التاكس شارع ليه بالليل، باجي الف دايما حوالين الكنيسه. شهاده راجل كل المعجزات اللي حدثت مش معجزات كده اي واحد يجي يقول لك انا كان عندي صداع والصداع راح، زي ما بنسمع يعني كده. ما الصداع ده اي واحد ممكن يقول له صداع ويروح، يعني ممكن يروح صداع ايه اللي ده، مش معجزه. المعجزه اللي الانسان يعجز عن حلها، اللي العقل ما يقدرش يستوعبها، هذه المعجزة. الأعمى واللي ما بيتكلمش واللي ما بيشوفش. شفنا نوعيات عجيبة. شفنا اللي ما بيتكلمش وما بيسمعش وجاي ومخصوص ومش قادر أقول بقى القصة. قصص وتوالت القصص والمعجزات، ولما انتشرت القصص والمعجزات والناس بدأوا يتداولوها ازداد الإيمان، وبدأت تراتيل العذراء، واللي بدأ يكتب تراتيل عن العذراء، وبدأت العذراء تعمل نهضة الكنيسة القبطية مرة تانية. الوحيد اللي استمر يقاوح ويقول لا مفيش ده مفيش ويقاوح ويكذب هم البروتستانت. طب البروتستانت بينكر ليه؟ ايه اللي يخلي البروتستانت ينكر وهو شايف بعينيه وسامع ويقول لك انا قسيس بروتستانت، ويطلع في البتاع
الحد قريب. هو بينكر ليه؟ لان هو ما بيؤمنش ان الانسان لما بيموت الروح بتاعته بتصعد للفردوس وبتبقى في وسطنا. هو في عقيدته ان اللي بيموت ده الجسد بياكله الدود والروح بتاعته بيتناه في حالة نوم زي واحد نايم مش حاسة بحاجة. الحد بقى ما يجي المجيء التاني ويجي المساء ياخدهم على الهوى يصح الروح دي بقى. هو ده أمان. عشان كده بيقول مفيش حد. لأنه لو قال آه طب ما الروح يبقى الروح ايه؟ ما العضرة ايه؟ ما يروح. يبقى غير بقى وارجع لكنيستك اللي انت سبتها واتمردت عليها. ما يقدرش. ما يؤمنش بالشفاعة. ما يؤمنش انك انت ممكن في هم الارواح دي مش دارية. نايمة ومتخدرة. هتصلي ازاي وتسمع ازاي؟ هي لا تسمعك ولا تعرفك وبتنساك وبتروح. وكأن الحياة اللي الله خلقنا بيها والعشرة راحت كلها واندفنت. الله. فعشان كده بينكر الشفاعة. امال انت تؤمن بالشفاعة هنا ليه؟ لما بتقول له صلي لي، ما انت دي نوع من ما انت بتطلب من الاخر تقول له صلي وصلوا بعضكم لاجل بعض. يقول لك دول عايشين. يعني صلي، يعني اللي عايشين محتاجين صلاة، واللي ماتوا خلاص عشان بيعاوز يثبت. الشيطان راكب دماغه علشان يثبت العقيدة بتاعته، مش عاوز يغير. الكنيسة الجراج ده كانت مشكلة الكنيسة. لو كنا قعدنا 500 سنة تانية وما ظهرتش العذراء في الزيتون ما كناش عمرنا هنقعد هنا. ولا كان هيطلع لك قرار، ولا كان هيجي بيسأل فيك. لكن هم لما زادت المعجزات فرحوا. وكان الرئيس كان بينه وبين الأنبا كرولوس صداقة. وكان الأنبا كرولوس بيروح يزوره في البيت. وكان يؤمن بيه. وعمل معه معجزة. جه هنا. وكانت فيه الفيلا اللي جنبنا. فيلا زيدان ده. شو اسمه زيدان يا ابني برضو؟ كان زيدان. طلع فوق. وقعد سهران طول الليل لحد الساعة 5 لحد ما طلعت العذراء. أكتر ظهور قامت عليه الشيطان يحارب فيه ويحاول يشكك الناس فيه هي كانت ظهور العذراء اللي هزت، مش هزت الزيتون، اللي هزت العالم كله وانتشرت في العالم كله. ما فيش ظهور استمر سنين بمعجزات الواضحة دي كانت موجودة. وكل اللي ماتوا وقلنا ماتوا في الحرب وقلنا استشهدوا يا بختهم. قال له دلوقتي يا بختهم لأنهم عند الله الحي. انكسرت شوكة الموت اللي احنا ما كناش قادرين نصدقها ان في حياة بعد كده افضل. الجريدة او الجرايد بعد قعدت تكتب وتقول حد كده شوف دي اخر واحدة ايه. جريدة الايام 9/7/2000. تصور حد سنة 2000 بيشككوا في الحكاية دي. يقول تلاميذ صلاح نصر
اخترعوا حكاية ظهور العذراء لإلهاء الشعب عن إقالة، عن المطالبة بإقالة نصر، بإقالة نصر بعد الهزيمة. ويقول لك وشربت الكنيسة التمثيلية ديت وقتها ذات، وهم دي كانت أشعة ليزر بيوجهوها على الكنيسة، والكنيسة شربت اللعبة ديت. طب ولو هي أشعة وردت عليهم في كتاب، طب ولو لما هي لعبة وأشعة، طب واللي خافهم تعمل فيهم إيه؟ طب وأحمد ده ولا محمد ده اللي بنته عميت ده وفتحت تقول له إيه؟ وغيره 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 آلاف وميات، ده ترد عليه تقول له إيه؟ برضه اتخدعنا فيه وكان بيضحك وبيكذب. ده أحبائي أعظم يوم في حياة الكنيسة بتاعتنا بعد يوم الخمسين. ادانا إيمان أو أول إيمان بتاعنا، وأثبت لنا إن إحنا بعد الموت مش هنترمي زي الكلاب كده والدود ياكلنا وخلاص وننتهي، لا، ده أثبت لنا كلام المسيح: ليس موت لعبيدك. عشان كده ما بنصليها بنصليها بإيمان، ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. والروح التي تنتقل ما بتنفصلش عننا، ده في وسطنا، هي شايفانا واحنا شايفين، احنا ما احنا شايفينها لان احنا الجسد بتاعنا عندنا جسدي ما اشوفش الارواح زي ما بنشوفش، زي في ملائكه وما بنشوفش الملائكه. احنا ما بنشوفش الملائكه ليه؟ هما الملائكه ما لهمش اجساد؟ لا، ده لهم اجساد. الملائكه مش مجرد ارواح بس، الملائكه لها اجساد لكن اجساد خفيفه، اخف من الهوى، عشان كده ما تقدرش تشوف. فبعد الموت كل اعمالك محفوظه ليك، واللي انت تنعمته في العالم وقفلت بابك في وجه الاخرين مثل قدام عينيك وشايف كلها اعمالك. ويبدا الانسان يعيش في حسره، يتندم على العمر اللي مر منه ولم يربح فيه، بالظبط زي المثل اللي قاله المسيح على الغني والعازر. هو خلاص طلع وبلاويه معاه لكن شايفها، وقالوا لألا يجوا هنا معايا، يجوا زي هنا، ابعت حد من الأموات عشان يأمنوا. كل أعمالك اللي تعملها على الأرض محسوبة لك في السماوات. الجمال اللي شفنا فيه القديسين والنور، النور الباهر ده والجمال ده والقوة دي والعظمة دي اللي الله بيديه لأولاده لا يساويه مال الدنيا كلها. لو انت امتلكت الحي كله ما يسويش هذه النعمة اللي الله بيديها لك. الحياة النورانية مع المسيح ده، الروح اللي بتسبح دي، والروح اللي بتصلي دي، والحياة اللي كلها سمو دي، ما تقدرش تدركها من غير كده. لكن لما نشوف القديسين، الناس اللي انكروا وما زال بينكروا زي الطوائف، البروتستانت، ظهور العذراء، كنت دايما اسال بيني وبين نفسي وانا قاعد، وتلاقي حتى لما تخش عندي تلاقي ورق كتير قوي كده بكتبه واركنه
كنت بسأل عذراء أقول لها اشمعنى الزيتون يا أمي اللي جيت فيه؟ ده كان السؤال دايما اللي كان محيرني في كل الورق. أقول لها كده، تلاقي الورق ما لو تخش عندها تلاقي الورق القديم اللي بكتب فيه كله. أقول لها ليه يا أمي اشمعنى اخترت الزيتون؟ طب ما رحتش ليه المحمة؟ مسترد اللي هي المحمة، اللي هي بيسموها المحمة. والمحمة يعني ايه؟ المحمة حتى عندنا زمان لما كنا نيجي نستحمى يقول لك ايه؟ يقول لك هات الصفيحة وملاها مية وحميها سخنها عشان تستحمى. المحمة جاية من الاستحمام، يعني في المحمة هناك سخنت المية وحمت المسيح وغسلت هدومه، والمية اللي رمتها طلع شجر البلسان أو البلسم هناك اللي بنستخدمه في الميرون وريحته ليس لها مثيل. طب ما ظهرتش هناك ليه؟ طب ما ظهرتش في أبو سرجة في مصر القديمة ليه يعني؟ اشمعنى اخترت الزيتون؟ اشمعنى الحتة دي ليه؟ طب ما ظهرتش في الدير وادي النطرون ليه؟ ما ظهرتش ليه في دير المحرق اللي قعدت فيه سنين؟ اشمعنى اخترتي المكان ده؟ دلوقتي عرفنا الإجابة. ظهرت ومعاها غصن الزيتون. كنا محتاجين السلام، وكنا محتاجين إن احنا نفرح. قال لك لأ، دي ما ظهرتش وكلها تخاريف وتهيؤات. طب قالت مش في الزيتون بس، ده ظهر نورها بعد كده في شبرا. ولما حصل الإرهابيين وجم في الوراق وقتلوا في الفرح، قتلوا العروسة وإخواتها وعملوا اللي متعملش، ظهرت في الوراق. ولما قاموا على المسيحيين في أسيوط وشربوهم المر، قعدت تظهر في الزيتون بأنوارها في كل كنايس أسيوط. اتكرر الظهورات اللي ظهرت في الزيتون بيها، ولكن ظلت الزيتون محتفظة بالأصل. المعجزات الكبيرة اللي مش أي حد يقدر يشكك فيها، وبالمدة اللي ظهرت فيها، وبالنهضة اللي عملتها، وبالسلام اللي احنا خدناه. هي دي احبائي اللي انا كنت حيران اكلمكم في ايه. كلمتكم في توفينا اللي حاول يحرق الجسد بتاع العذراء اللي المسيح شفاه، ودخلنا في العذراء اللي ظهرت في الحتة بتاعتنا لما سحبوا من العربيات الاتوبيسات من الارض ده، وطلعوا تاني يوم بعد عبد الناصر ما كان هنا امر بخلاق الجراج. كنا بنصلي فين؟ قعدنا نصلي فين؟ طبعا انا مش فاكر قوي، احنا كنا ندخل من نواه وننزل كده السلمتين، ما هو في دور تاني تحت الكنيسه دي، يعني في دور تاني تحت اللي احنا قاعدين فيها دي. كنا بنخش نصلي فيه، قعدنا نصلي فيه جي 8 سنين. كنا نعمل فيه كياكي وغيره،
وبعد كده بقت الكنيسة اللي انتوا شايفينها، كنيسة العذراء في الزيتون. مفيش واحد في العالم ما يعرفش كنيسة العذراء في الزيتون، العذراء اللي احنا ماسكين فيها وبنؤمن بشفاعتها وبنحس انها سريعة الندهات. وياما ناس كتيرة 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 بتنده لها وفي الحال بتجيلهم وبتحقق لهم كل اللي عايزينه. بنقول لها ايتها الام الشفيعة الامينة لجنس البشرية، دي اليافطة اللي احنا بنحطها للعذراء، الام الامينة الشفيعة لجنس الاشفاع فينا امام المسيح. الوحيدة اللي بنقول لها كده وعند خروج نفسي من جسدي احضري عندي ولمؤامرة الاعداء، لان في معركة بعد الموت. لما بنيجي الواحد يموت مننا بيخش في معركة، معركة صعبة، مش اي قديس يطلعك منها، مش اي واحد يطلعك منها. صح كل واحد له ملاك حارس هو اللي بيحمي الروح، بس الانسان اللي مليان شرور ده وفي بعض من الشرور الشياطين بتشد في روحه، بتقوم مجزره. بنقول لها تعالي عاوني، عاوني الملاك بتاعنا الحارس، وبنصليها بقلب. هي ديت العذراء ام النور، بركتها وصلاوتها وشفاعتها تكون معنا ولربنا المجد دائما ابدين امين. ان شاء الله بستاذنكم الاسبوع الجاي مش هكون موجود، ونتقابل ان شاء الله بعد العيد عشان لا بكره القداس هنصليه، وبعدين استاذنكم عشان هروح اخد بس اسبوع في الصوم ده في الدير، هكمل هناك لحد العيد، وبعد العيد ان شاء الله نتقابل مره تانيه. تفضلوا نصلي.